الحمد لله رب العالمين الذي قال في محكم تنزيله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والصلاة والسلام على سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وبعد. هذا هو الحجاب موضوع يكوي رشما عنوان زر. هذا هو الحجاب أرشما حجاب دو حجاب دو حجاب الشابي فيدا صيانة للمرأة عن الأذى كم وانزلوا أذيارو وأمان لغيرها من الفتنة شنقرون فتنة رشاتورين وحفاظ على المجتمع من السقوط في مهاوي الرذائل والشهوات. كرو جماعة نزلو نزكرورو سرودن بلا شهوائرو يكرورو نزلو. الحجاب فرضه الله على المرأة المسلمة كمان دي حجاب دافر الجو كامو مسلم رو وأمرها شغلان بالالتزام به شا لازم ترو أمام كل رجل أجنبي كم دو كونغا شلان چنتو سو شرو نيار موجونو سو زكت عنها ولو كان من الأقارب ولو كان دي كارنغ تونزو نولوني غير المحارم محرم زكي يا زكت كتينز. وحجاب المرأة حجاب كاميري هو شما ما سطر جميع البدن أو دو تي سما سو زكتنا وكان موافقا للشروط الآتية كروشرتا كما فوي يقولين ما أدا وفق سنر والجادو حجاب درولون أن يكون كثيف النسيج لا يشف ما تحته زورو قد دبولز زنغميا فسكا تينم ترين بارولز أن يكون فضفاضا لا يصف ما دونه أو دون شين قرون دا سفازين بارولز دو أن لا يكون زينة في نفسه ولنسكن زن زينر ولز شي حجاب زكتمال ألا يكون أو دولزي دي مبخرا أو مطيبا ببت كتا بخور فياتا كاجياتا ببت شن أدير ودولزي دو ألا يشبه ثياب ثياب الرجال كروا دي كاظمو كونغايا سامنزنا رولزي أديما ألا يشبه زي الكافرات ودي كاظمو كردياي يا سامنزنا رولزي أديما ألا يكون ثوب شهرة تمتاز به عن قرينتها ودي كاظمو دنن فنم فتيرو كلاتلو ماتينا كرو كازمو دنو يانزا كلا يا ام 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 جدس شي سابن سين سابن سابن سوانز شي سابن غان كلادن ودي كازمو دنو سك شا فيلتين اديرو دي ولزيدو وما دون ذلك او ادن غروند كان داخلا او اشرتا قلتنا ادن غرون اديرو ولنا ما حجاب من دوغوزيرو ولنا ما داخلا في التبرج الذي نهى عنه نهى الله عنه سورة تبرج دون تي كانم كات شدون كمان دي دبسنا مدرو بغانا. فالمرأة المسلمة شكا مسلم دي تلتزم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم شي لازم جن زين لمر دون أمريكين عليا كن جيم زي دا زين أوي نانغارو كي تفوز برضا الله تعالى وجنته شي نو زونت نانغارو هرديا كمايلا زنن زن نو زونت نانغارو وتنجو من الوعيد الوارد واد دون أذوي كمان دي وارزين ما ألن كاتنا نغارو في قول النبي صلى الله عليه وسلم كاولي كمان دي كان جايم على إلان قالون عليه السلام يقول زنا حديث ذن صنفان من أهل النار أم جلياء دي كنو لم أرهما سنديا ركوي قوم أملى معهم سياط كأذناب البقر كأذنا أم لا ركون ذن قر ألما ننقور فيه شلن يضربون بها الناس شلن أمسى ببوقت سن داي ونساء كموانبجي كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنهن رؤوسهن كأنهن أسلمة البخت كلان ذا ألم نزور كريمي لا يدخلن الجنة ذن رتمين با ولا يجدن ريحها ببت ذن ما فان ذن با وإن ريحها ليوجر من مسيرة كذا وكذا ببت ذن نا لتنجي أنجي لاندو فانتين كمان دي يقول زنا نعذرو عليه السلام يهدي زنا نقول زنا نعذرو ريت أدي زنا نعذرو يا حرامي مسلم يا نافيرو كامو تينم داز نفتو شراء السلام كذا سنارو ليرا واجا زنا لن نوا جنتي أرديا كمان مجنتي على وفقسا والسلام عليكم ورحمة الله.